السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة يس بليس. اليوم جيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبات جي تي اي 5 مودز. في هذه الحلقة ان شاء الله سنقوم يا شباب بعمل تحدي، او كما نقول مقارنة بين ايرون مان وكذلك سوبرمان. هيا لكي ننطلق. سنحاول يا اصدقاء الانطلاق من هنا، نفس الشيء الذي فعلناه في الفيديو السابق الى هنا، بواسطة ايرون مان. كلاهما سوبرمان وايرون مان كلاهما يطير، لذلك من الممكن ان نرى ونعرف الان من هو الاسرع، هل سوبرمان ام ايرون مان. هيا لكي نبدأ يا شباب. جيد، بالنسبة لايرون مان فهو يأخذ قليل من الوقت لكي يبدأ يا اصدقاء في الطيران، لأن ايرون مان فهذه البدلة هي التي تجعله يطير عكس سوبرمان. سوبرمان هو عنده تلك القدرات الخاصة داخل جسمه يا اصدقاء، يستطيع الطيران بسهولة وكذلك يستطيع زيادة تلك القدرات بطريقته. بالنسبة لايرون مان فهو يشبه الطائرة، عليه الطيران مدة من الوقت، بعدها يا اصدقاء يبدأ في اضافة سرعته. كما تلاحظون السرعة الان فهي يتم اضافتها، رأيتم سبيد على اليمين 150 كيلومتر في الساعة، 100 تقريبا يصل ل 160، لكن اعتقد 160 هي اقصى سرعة عندها لحد الان. ها رأيتم وصلنا ل 170، ممتاز، وصلنا ل 180، السرعة بدأت تزداد. درع ايرون مان فهو يشبه الطائرة يا اصدقاء، وصلنا ل 200 في السرعة. جيد جيد جيد، هيا 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 هيا، السرعة فهي تزداد اوتوماتيكيا. هيا هيا، وصلنا ل 230، 230، هيا هيا هيا، وصلنا يا اصدقاء، ممتاز، وصلنا حسنا. هيا ايرون مان، المهم وصلنا. عندما قلت وصلنا سأوقف العد التنازلي هناك، والان ستجدون في الشاشة كم تطلب منا الوقت لكي نطير بايرون مان من اخر منطقة في الخريطة على الاسفل الى اخر منطقة في الخريطة على الاعلى. ممتاز جدا. الان سنقوم بنفس العملية وسنجرب يا اصدقاء سوبرمان. هيا لكي ننطلق. الان عدنا مع سوبرمان، هيا 1 2 3، بوم، الضربة الاولى، بوم الثانية، بوم الثالثة، بوم الرابعة، بوم الخامسة، بوم السادسة، وصلنا يا اصدقاء. وصلنا يا شباب وطرنا. وصلنا. هذه المرة يا اصدقاء ضاعفت السرعة 6 مرات وليس 5 مرات فقط. بالنسبة للفيديو السابق ضاعفتها 5 مرات، لكن هذه المرة ضاعفتها 6 مرات. كان في امكاني الذهاب يا اصدقاء الى حد الخريطة، لكن من الممكن ان تتوقف اللعبة، لذلك قمت بالتوقف بسرعة. رأيتم يا شباب سرعة سوبرمان القوية، لذلك اسرع مود لحد الان هو مود سوبرمان. اتمنى ان يعجبكم يا اصدقاء، اذا عجبكم فلا تنسوا الضغط على زر لايك، وكذلك قوموا بنشر الفيديو، لانكم يا شباب اذا لم تقوموا انتم بنشر الفيديو فمن سينشره؟ هل سينشره مثلا هذا الكلب؟ اهلا يا ايها الكلبية، ساخذك معي، ساربيك. حسنا يا اصدقاء، اتمنى ان يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.